يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يصود غداً الجمعة طقس مائل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل البرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفيما يلي بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 29-20، الإسكندرية 26-18، مطروح 25-18، بورسعيد 20-19، والإسماعيلية 30-19، إلى السويس 30-19، العريش 28-17، طابة 30-20، شرم الشيخ 33-23، الغردقة 32-22، إلى الأقصر 36-20، أسوان 37-23، الوادي الجديد 36-19، شلاتين 33-26، وحلايب 29-25. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.